كان في مستوطن زرع الأرض، زرع ورق عنب، ورحنا نخلعهن وحاول يمنعونا، وحاولنا نسوينا معهم هيك شوية طوش هيك، وضربوني أنا وعمي. عمي حط بوز السلاح في راسه، وأنا ضربوني في قنبلة في إيدي، والحمد لله كسر في عظمة في إيدي. عم محمد في شكله ارتجاج في راسه. أنا مثلا رموا علينا قنابل صوت، ورموا فوق العشرة، يعني أكثر من عشرة، وكنا نخلع أولاد صغار بنات كلنا، وضربونا في غاز، وأنا أجت في إيدي كسرتها، ومن هنا انفجرت.